منصور، شو نتمنى بالتشكيل الوزاري الجديد؟ انا اقول كان زين يعني يكونون الوزراء يطيرون بهو 60 ويقاون على طلبات المواطن. وثانيا ما نبي بعد يجينا وزير مصروه ويكون المحكر ماله مسكر بوجه المواطنين، هذا مرفوض. ولا وزير يكون بشطفه ورده ويطقطق روس، هذا كذي ما ينفع، يعني راح يعرقلنا. وما نبي وزير يكون جناح مجرنس، هذا كذي قرضه احسن، ما ينفع، هذا ياذينا، يقعد ياخر المواطنين. ولا وزير يقاطش، ها قطزو ابركلنا وريح، يخف وريح لو يخف على المواطن. ولا في جساس وزير، ها ويستجوبونه بعد وزير الله يعينه، هذا مو توفق. تع 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 بيه بيه.